هذا الذي فوق طبعا كلها مدرجات زراعية فوق المسار الذي بتشق فيها المعدة. ما تبقى إلا هذا الذي جانبه الآن الدركتل إذا زي الكولة متماسك. وعلى هكذا المعدات الآن مستمرة بعملية التهبيط والتوسعة إلى ما شاء الله ما شاء الله. هذه صخرة الآن في أمام الدركتل بيدفها برا شاهد ما شاء الله قوة قوة صخرة كبيرة جدا ما شاء الله. وكما تشاهدوا أعزائي الأكارم هذولا اثنين الدركتلات، واحد بيهبط ويتجه باتجاه محاج السعيد وهذا الثاني يمشي بالتهبيط بهذا الاتجاه باتجاه الخط الذي تم شقه وصولا إلى عند البوكليت، ولا يزال التقدم مستمر إلى الأمام. إلى الآن توسعة تهبيط بالاثنين الدركتلات. تقدم اليوم ما شاء الله من الصباح على ما يرام، ثم التقدم إلى هنا. هذا الذي فوق طبعا هذا البوكلين الآن الكمبريشن لا يزال يحفر على مدار الساعة في جانبه، وهذا البوكلين الثاني هنا من محاجر سعير يوم انه طبعا الآن يلتقي هو والدركتل. الدركتل بالاتجاه الذي هو اتجاه الاتجاه والبوكلين في عند الحبة من جهة محاجر سعير. Thank you.
البوكلين بيمهد المكان، يوسع شيء بسيط بالداخل من اجل التركب. طبعا الجهة التي فيها التركتل مرتفعة بكثير عن مستوى المكان في محك السعير. مدى الارتفاع طبعا في القصرة 6 متر إلى 7. ضمن الآن البوكلين فوق مواد كرسي بسيطة يمشي باتجاه التركتل. هذه أمام البوكلين الآن كرسي مجمعة من محلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا هذا الآن التركتل الذي بيمشي الآن في اتجاه محاجر سعيد، والبوكلين أمامه الآن. الظهر طبعا في البنشات صخور كبيرة ومتوسطة في الجانب، في جانب التركتل من الداخل. الطريق تمشي طبعا على مستوى التركتل بالضبط، تكون ساني مستوي ميلا ميلا من منطقة واحد الرباح إلى بور السجاير. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله.